السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد شاد، قناة الحياة في أمريكا، وفيديو جديد النهاردة هنتكلم فيه عن موضوع، وهو ليه بعض المهاجرين أو كثير من المهاجرين بينجحوا في أمريكا أو في أي بلد مهجر أكتر من أصحاب البلد نفسه. يعني ممكن تلاقي واحد مهاجر مثلا عنده بيزنس وشغال عنده أمريكان، في منهم ممكن يكون سنهم لسه صغير، في منهم ناس كبار، فبتلاقي إن المهاجر ده طبعا مستريح ماديا اكتر، ممكن يكون مليونير، ممكن يكون يعني اغنى منهم كتير، وشغال عنده ناس مولودين في البلد ده، مع ان المهاجر ده صدفته متاعب في ان هو حتى يبقى مع مثلا اقامة قانونية في امريكا، يعني يبقى معاه جرين كارد وبعدين يبقى معاه جنسية، فالموضوع مش سهل. لكن الناس دول مولودين في امريكا ومعاهم كل المميزات اللي المهاجر بيحلم بيها وبياخد يعني مجهود كبير لحد ما يوصل لها. طب ليه الشخص اللي مولود في البلد وعنده كل المميزات ما بينجحش، او احيانا ما بينجحش زي الجاي جديد مهاجر عنده صعوبات كتيرة، ساعات حتى ما عندوش زي ما قلت اقامة قانونية في البلد اللي هو فيها، وبتاخد منه فترة طويلة لحد ما يحصل عليها؟ الحقيقة ان في بعض الاسباب اللي انا فكرت فيها، 3 اسباب بتخلي الموضوع ده يحصل، وال3 اسباب دول كمان ممكن نستفيد منهم بشكل عام. يعني هما بيؤدوا لنجاح الانسان في اي بيئة، لكن المهاجر وظروف المهاجر بتخلي الاسباب دي يعني سهلة وقريبة من مهاجرين كتير، عشان كده بيحصل اللي احنا ايه بنشوفه ده. طبعا مش معنى كده ان المهاجرين كلهم بينجحوا اكتر من الامريكان كلهم، في امريكان مولودين هنا ناجحين جدا، عرفوا يستفيدوا من الفرص اللي البلد بتديها لهم. طبعا زي ما في مهاجرين ناجحين جدا جدا في حاجات شركات كبيرة، مثلا شركة جوجل رئيسها الحالي او سي او بتاعها الحالي اللي هو المدير التنفيذي اساسا مهاجر من الهند، ودي طبعا يعني واحدة من اقوى الشركات في امريكا والعالم كله، وثروته مئات الملايين من الدولارات بسبب ان هو يعني وصل للموقع ده في شركة كبيرة، طبعا لانه بياخد اسهم في الشركة وكده، مع انه كان جاي مهاجر فقير جدا من بلده. كمان شركة مايكروسوفت برضو نفس الحاجة، سي او بتاعها برضو من الهند، وشركات كتير. طبعا مش معنى كده زي ما قلت تاني ان المهاجر لازم او اكيد هينجح اكتر من اصحاب البلد، لان مارك زوكربيرج بتاع فيسبوك مولود في امريكا، بيل جيتس مولود في امريكا وعاش في امريكا، اذا مفيش تعميم طبعا في اي حاجة. لكن في ظاهرة قد تلاحظها، وهي ان ساعات المهاجر ممكن ينجح اكتر من صاحب البلد. فتعالوا نتكلم عن ال3 اسباب اللي بتؤدي لكده، وبعدين ناخد بعض العبر والدروس منهم. يعني الحقيقة أول سبب هو إن المهاجر بيشعر بقيمة الشيء أكتر من اللي عايش في البلد. أمريكا فيها فرص وفيها حاجات أحسن من بلاد كتيرة من يعني الناس بتهاجر منها، فبالتالي المهاجر بيشعر بده بشكل واضح. لكن المولود في أمريكا بيبقى مش حاسس أساسا بالمميزات دي، زي ما بنقول بالإنجليزي في تعبير حلو بيقولك اللي هو إيه، taking things for granted. taking things for granted يعني ايه؟ يعني انك انت بتاخد الحاجة كشيء مضمون، ودي طبعا عيب مش ميزة، لان الحاجات اللي احنا we take for granted، الحاجات اللي احنا بناخدها لانها حاجة مضمونة جزء طبيعي من حياتنا، هي في الحقيقة مش كده، لان في ناس كتيرة جدا ما عندهمش. طبعا ده شيء كلنا بنقع فيه، حتى لو انت في اي بلد كنت، لو انت مثلا دلوقتي قاعد تتفرج على يوتيوب ومعك تليفون، حتى لو كنت في بلد بتشتكي منها وعايز تسافر وتهاجر، اللي انت فيه ده you are taking it for granted، انت واخد النعمة اللي انت فيها على انها شيء مفروغ منه، مع ان في ناس ممكن يكونوا اساسا يحلموا ان هم يكون عندهم تليفون، وفي ناس تحلم ان هي تكون عندها اساسا وجبة اليوم بتاعها. فاذا دي حاجة من الحاجات اللي المهاجر اللي جاي بالذات من البلاد الفقيرة بيبقى عنده ميزة اكتر من الامريكان، ان هو عارف قيمة كل حاجة بيشوفها. وعشان كده مثلا بتلاقي في مهاجرين جايين من المكسيك ومن البلاد دي ممكن يعيش في امريكا طول عمره كمهاجر غير شرعي، ومع ذلك يبقى مبسوط، لانه في الاخر حياته كمهاجر غير شرعي في امريكا احسن من حياته في بلده في المكسيك مثلا او في اي بلد من البلاد الفقيره. في حاجات طبعا حتى احنا بتبقى بالنسبه لنا بنشعر بقيمتها، الامريكان برضو مولودين وعايشين فيها، فانت هنا مثلا الحرية بتاعتك بتاخدها بتشعر بقيمتها، الفرص في المجتمع انك انت تتحرك بتشعر بقيمتها هنا اكتر، لان في بلادنا احيانا بيكون الحركة
أو التقدم في الحياة بيكون صعب حسب ظروفك، أو بيكون أسهل لناس حسب ظروف معينة، أو الحراك الاجتماعي عندنا ضعيف شوية. يعني عشان واحد يبدأ من الصفر ويبقى مثلا مستريح وحالته كويسة بياخد مجهود أكتر، لكن هنا ده شيء ممكن متاح للناس حسب مجهودك. ممكن تكون من عيلة فقيرة جدا، تدرس كويس، تتعلم كويس، تبقى عندك وظيفة كويسة، وتبقى حالتك أحسن كتير من مثلا أهلك. فالحراك هنا سهل، يعني الحراك من وضع سيء لوضع أفضل أسهل من بلدنا. طبعا مفيش حاجة سهلة جدا، يعني لا تتطلب عمل، لا أكيد بيتطلب عمل وبيتطلب جهد، لكن سهل بمعنى أنه ممكن. ممكن ولو أخذت يعني الأسباب تقدر تحقق منها نتائج. فالنتائج مرتبطة بالأسباب بشكل مباشر، لكن في بلاد تانية زي عندنا ممكن تكون النتائج مش مرتبطة بالأسباب. ممكن في ناس تجتهد وتتعب وفي الآخر لا يؤدي لشيء. طبعا ده تاني، ده ممكن في كل مكان. يعني أنا بنتكلم إن الفرص هنا مقارنة ببلادنا فيها سهولة أكتر في أنك أنت تحقق نجاح. دي حاجة الأمريكاني بالنسبة له مش حاجة جديدة. طبعا الحياة هنا برضو يعني سعة الحياة والمميزات اللي في الحياة برضو الأمريكاني متعود عليه. يعني هنا مثلا العائلات كثيرة جدا بتبقى عايشة في بيوت واسعة، عندهم باك يارد، عندهم مكان قدام البيت، في خضرة، في شجر. ده شيء يعتاد عليه الطبقة المتوسطة العادية خالص في أمريكا، بتعيش في حاجة زي كده. لكن عندنا في بلادنا ده يعتبر برضو شيء مميز. انت عندك اللي هنا في أمريكا يعتبر شيء عادي خالص، في بلادنا ده يعتبر مثلا الناس دي عايشة عيشة كويسة جدا، دول ناس أغنية يعني عشان يعيشوا بزي كده. فالحاجات دي الأمريكي يعني بالنسبة له they take it for granted، لكن بالنسبة لنا أو بالنسبة للمهاجر بيحس إنها إيه، إنها يعني حاجة لها قيمة. وحتى لو أنت كنت عايش في بلدك في مستوى كويس برضو هتلاقي إن في فروق، لأنك أنت في بلدك كنت في مستوى كويس، أنت في محيط في مشاكل تانية. لكن انت هنا جاي بتحس ان كل حاجة ايه، يعني معظم الناس او ناس كتيرة عايشين في مستوى قريب من بعضه. طبعا الغني يعيش في بيت كبير جدا، لكن الاقل شوية بيعيش في بيت برضو لكن بيت اصغر شوية او اصغر كتير حسب. فاذا الحاجة اللي بتخلي مهاجرين كتير ينجحوا اكتر من كثير من الامريكيين ان هم المهاجر بيشعر بقيمة كل الفرص والمميزات اللي موجودة في امريكا، لكن اللي مولود هنا مش حاسس اساسا ان دي حاجة لها قيمة لانه متعود عليها. فده السبب الاول. طبعا السبب الثاني في رأيي هو ان ظروف المهاجر بتفرض عليه ان هو حياته الاجتماعية في الاول في بدايات الهجرة تكون محدودة، وكمان متطلباته في الحياة تكون محدودة، وده بيخلي المهاجر عنده قدرة أكتر على التركيز وعلى أنه مثلا يشتغل ويركز في شغله ويحوش فلوسه ويعمل بها بيزنس. الأمريكاني طبعا مش في الوضع ده خالص. فمثلا ضعف الحياة الاجتماعية يعني إيه؟ يعني أنت حتى الأمريكاني اللي مولود هنا أو أنت لو في بلدك عندك مشتتات كتير بتاخد من وقتك. فأنت عندك تروح تزور أهلك، تروح تزور أصحابك، ودي حاجة طبعا حلوة، ما قلناش إنها حاجة مش حلوة، لكن بتاخد من وقتك جزء كان ممكن الجزء ده ينفق في شيء تاني، ينفق في إنك أنت تعمل بيزنس، إنك أنت تجتهد في دراسة، في حاجة. فالمهاجر لما بيجي بيكون ما عندوش طبعا عيلة، معظم الأحوال ما يكونش عنده عيلة، ما عندوش أصدقاء كتير لسه. فبتلاقي واحد جاي أول 3 4 5 سنين ما عندوش حاجة تشغله عن الشغل، فتلاقيه عمال بيشتغل ساعات طويلة بيحوش، ومنهم اللي بيعمل بيزنس بعد عدد قليل من السنوات. الأمريكاني ممكن ما يحلمش أساسا أنه هو بعد العدد ده من السنين يقدر يعمل بيزنس. ليه؟ لأن الأمريكاني عنده عيلته وعنده أصحابه، ففي مشتتات مش موجودة عند المهاجر. كمان المهاجر في البدايات برضو بتكون متطلباته قليلة، بالذات لو مثلا أعزب. لو أنت الناس المهاجرين اللي بيجوا هنا لسه شباب بيقعدوا مثلا في سكن مع ناس تانية، فبيبقى تكاليف حياتهم أقل كتير جدا من المهاجر اللي قاعد بقاله فترة، وكمان أقل من الأمريكاني اللي مولود هنا. لأنك أنت بعد ما بتقعد فترة في أمريكا وتتعود على البلد خلاص بتبقى بتعيش شوية على المستوى الحياة بتاع الأمريكان اللي هم متعودين عليه، فبتبقى متطلباتك بتزيد. كل ما بتعيش هتلاقي متطلباتك بتزيد، لأنك بتبدأ تتطبع بإيه، بطباع أو يعني ظروف اللي أنت متعود عليها والناس اللي حواليك كلهم عايشين فيها. لكن في البداية بتكون متطلباتك محدودة جدا، وبتكون زي ما قلت نفقاتك محدودة، فده بيديك فرصة أنك أنت إيه، أنك أنت توفر، وانك انت تركز برضو في هدف معين.
ده زي ما قلت مش موجود عند الناس اللي عايشين في البلد مولودين فيها زي اي بلد، زي لو انت عايش في بلدك هتكون في نفس الوضع اللي الامريكاني بيبقى فيه هنا. طبعا ده في موضوع المصاريف مثلا بيبان انك انت مش بتتفسح كتير، الامريكان طبيعي بيرفهوا عن نفسهم، بيروحوا ياكلوا في مطاعم كتير، ممكن كل فترة يروحوا يتفسحوا في حتة، يسافروا مدينة تانية مش عارف ايه، لكن انت المهاجر الجديد بيقعد ممكن سنين ما بيعملش الكلام ده. كمان الامريكان عندهم هواية التسوق، يروح بس عشان عنده مثلا اجازة في الويك اند يومين، فبيروحوا يلفوا يلاقوا حاجات كتيرة على سيل يشتروها. المهاجر برضو كتير لما بيجي في الاول بيكون شغال 6 ايام في الاسبوع وشغل طويل، فيدوب الوقت الاجازه اللي عنده يدوب بس يروح يخلص شويه الحاجات الاساسيات، ما عندوش وقت بقى ان هو يروح يتمشى ويتفسح ويشتري ده ويشتري ده. فزي ما قلت المشتتات اقل كتير بالنسبه للمهاجر الجديد. طبعا واحد بالنسبه لي مثلا بقى لي 20 سنه، انا ساعات من زمان عندي عاده ان انا بكتب كل مصاريفي. طبعا زمان كان بكتبها في نوت بوكس وورق وكده، دلوقتي على التليفون اسهل بقدر ارجع لها، لكن ساعات كده ما كنت بلاقي نوت بوكس قديمه المذكرات القديمه واشوف مثلا مصاريفي اول ما جيت بعد ما جيت بسنه بسنتين. طبعا بالنسبه لي دلوقتي حاجه تضحك، يعني لو انا هصرف المصاريف دي دلوقتي هكون يعني هحوش فلوس كتير، لان انا ايه الحمد لله مثلا دخلي طبعا دلوقتي اعلى من دخلي اول ما جيت، وفي نفس الوقت لكن طبعا مصاريفي زادت مع ايه مع الكلام ده. لكن اول ما جيت طبعا بالنسبه دلوقتي لما اجي ابص زي ما قلت على مصاريفي اول ما جيت، حاجه يعني اللي انا كنت بشوفه كبير اياميها، ويا ده انا عليا مصاريف تصرف قد كده، طبعا بالنسبه لي دلوقتي يعتبر ايه يعتبر كلام فارغ. وده الطبيعي طبعا، واي انسان مهاجر هيمر بالموضوع ده، انك انت اول فتره هتكون دايما مصاريفك اقل، واحده واحده هتلاقي نفسك مصاريفك بتزيد، طبعا بالذات كمان مع متغيرات الحياه نفسها، لو انت مثلا كنت اعزب وتجوزت طبيعي مصاريفك هتزيد. لكن القصد يعني اعتقد ان كنتوا ايه فهمتوا قصدي من الفكره دي. طبعا ثالث حاجه في رايي بتميز كثير من المهاجرين عن كثير من الامريكان هي الالتزام الاخلاقي، ودي حاجه قد تبدو غريبه شويه لكن هي الحقيقه ميزه كبيره جدا، بالذات مثلا الناس اللي جايين من بلادنا مش متعودين مثلا على شرب الخمره مثلا. طبعا الخمور لها تاثير في ناس كثيره بيفقدوا يعني فرص كبيره للنجاح بسبب ادمان الخمور مثلا، لانها طبعا الناس اللي بيوصلوا للمرحله دي، طبعا مش كل المجتمع كده تاني عشان ما تفهمش غلط، لكن في نسبه لانهم الموضوع بالنسبه لهم اسهل، فطبيعي النسبه اكبر من النسبه اللي عندنا، لان طبيعه الانسان لو في حاجه متاحه لك هتجربها وممكن سهل انك انت تاخد المساوئ بتاعتها. ففي هنا ناس بيبقى الحاجات دي بتسبب مشاكل وعوائق كتيرة لهم ان هم يتقدموا في حياتهم. لكن اللي جاي من بلاد تانية زي ما قلت المهاجرين بيبقوا غالبا او في حالات كتيرة عندهم التزام اخلاقي، ما بيشربش خمرة وما بيضيعش وقته في الحاجات دي، ملتزم اخلاقيا. فالالتزام ده طبعا بيخلي حياتك تاني عندك قدرة اكتر على التركيز، عندك قدرة اكتر على الانتاج، فدي ميزة كبيرة. طبعا تاني مش كل الامريكان كده، في امريكان كتير الموضوع ده لا يسبب لهم عائق لانهم ما ضعوش في الحاجات دي. وطبعا هنا برضو المخدرات بتنتشر موجودة، فالله اعلم ما اقدرش اقول نسب هل هي منتشرة هنا اكتر من بلدنا ولا لا، ما اعرفش، لان انا عارف برضو ان بلدنا فيها مخدرات، فيها شباب كتير بيضيع بسبب الحاجات دي. هل النسبة اكبر هنا؟ مش عارف، ممكن جايز لان الناس معاها فلوس اكتر، الشباب معاهم فلوس اكتر، امريكا سوق قوي جدا طبعا، المخدرات اللي جايه من امريكا اللاتينيه مليارات الدولارات بتطلع من السوق الامريكي للبلاد اللي هم يعني لاباطره المخدرات، فطبعا ده سوق قوي فبيشتغلوا عليه بتركيز عشان يجذبوا الناس للموضوع ده. ففي نهايه الامر الالتزام الاخلاقي اللي كثير من المهاجرين بينشأوا فيه بيكون بالنسبه لهم ميزه هنا في امريكا. طبعا زي ما قلت تاني مش شرط كل الامريكان كده، لكن دي تمثل يعني ميزة نسبية للمهاجر. فدول 3 أسباب في رأيي يمثلوا يعني أهم 3 أسباب ليه بنشوف ساعات إن المهاجر ممكن ينجح أكتر من صاحب البلد. وفي النهاية بقى الحقيقة نقول إن 3 أسباب دول لو نفذناهم في أي مكان أينما كنا تقدر برضو تنجح، يعني موضوع إنك أنت تشعر بقيمة الشيء ده هيخليك تنجح أكتر في أي مكان، كنت في مصر إذا كنت في بلد عربي أو إذا كنت مهاجر في أمريكا، تشعر بقيمة المميزات الموجودة عندك فعلا وتستغلها.
لان ممكن يكون في مميزات موجوده في بلدك انت مش عارفها فمش بتستغلها. زي في امريكا هنا مهاجرين كتير بيكونوا بيعرفوا مثلا مميزات اقامه البيزنس في امريكا. هنا انشاء بيزنس سهل جدا، ممكن الامريكان يكون واحد عمره ما بص في الموضوع ده اساسا، مش في دماغه. فاذا ممكن تكون عندك مميزات في بلدك انت اساسا مش واخد بالك منها، واساسا انت مش حاسس بيها، والمميزات دي تقدر لو انت انتبهت لها و you don't take it for granted زي ما بنقول، ما نظرتش لها كشيء مفروغ منه او كشيء معتاد عليه لدرجة انك انت مش منتبه له، ممكن تستفيد منها بشكل كبير. فدي اول حاجة نقدر يعني نستفيد منها في اي مكان ايه كنا. التاني حاجة اللي احنا قلناها قد تكون هنا بقى ايه، اللي هي ضعف الحياة الاجتماعية وان متطلبات الحياة قليلة بالنسبة للمهاجر، دي تنفسها ازاي في بلدك؟ طيب في اي مكان طبعا الحياة الاجتماعية هتفضل موجودة، لكن اللي ممكن نستفيد منه هنا هو التركيز، ان الانسان ما يضيعش وقته في الحياة الاجتماعية مثلا زيادة على اللزوم، ممكن تكون ملهاش لازمة اساسا، ممكن تكون اي شيء بيتطرف بيكون سيء. فبدل ما تروح تخرج كل يوم مع اصحابك، تقضي مثلا بعد الشغل تقضي مع اصحابك في قهاوي او في فسح او في خروجات، خلي الخروجات دي يوم يومين في الاسبوع، اللي هو يوم الفسحه يوم الاجازه، وبقيه الاسبوع تقدر تركز في حاجه. فاذا الحياه الاجتماعيه اللي هي مع الاصحاب وكده برضو لو زادت عن حدها في اي مكان هتاخد منك وقت كتير ومجهود ممكن تنفقه في شيء تاني، فده برضو شيء ممكن نعمله في اي مكان. ثالث حاجه طبعا برضو صحيحه في اي مكان، الالتزام الاخلاقي دايما بيخلي الانسان عنده وضوح رؤيه اكتر، بيخلي حياته انظف، بيخلي يعني جهدك ما يروحش في حاجات زي ما قلنا زي شرب المخدرات شرب الخمور، الحاجات دي كلها بتستنزف من طاقة الإنسان أو بتستنزف من طاقتك الإيجابية. فبرضو الكلام ده في أي مكان في الدنيا هيكون ميزة وتقدر تكون ناجح بسببه إن شاء الله. فربنا يعني يهدينا جميعا ويوفقنا إن احنا نعرف نستغل أوقاتنا بشكل جيد. وآدي فيديو النهاردة، طبعا ما تنسونيش في التعليقات قولوا لي رأيكم، ونراكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.